ظهر ذلك النجم أمام الأعين بعد 1400 عام من ذكره في القرآن الكريم وتعدد التأويلات حوله. فهل هذا الجسم الظاهر في السماء هو النجم المذكور فعلاً؟ ولماذا تسبب في خلاف بين الأولين والأقدمين ويحمل إنذاراً بشأن أمر قادم من السماء؟ أقسم الله تعالى بذلك النجم في القرآن الكريم بقوله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. واستمر ذكره محيرا للمفسرين والعلماء، فقد أوردوا عن الإمام علي بن أبي طالب أن النجم الطارق هو نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة. وقيل إن سببا عظيما وراء نزول الآيات التي تتحدث عن النجم الطارق، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أبي طالب فانحط نجم فامتلأت الأرض نورا، ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله. فعجب أبو طالب ونزل والسماء والطارق. وقديما ذهب العلماء في تفسير معنى النجم الطارق باعتباره مثل أي نجم له ضوء وإشعاع شديد القوة يخرج منه. وظلت التفسيرات لهذه الظواهر مختلفة حتى عام 1967، حيث حدث أمر غريب أظهرته الكشوف. لقد تم رصد موجات راديوية على عدسات التلسكوبات الدقيقة، ووقف الفريق المكلف بإحدى عمليات الرصد في حالة ذهول، فقد ظهرت على العدسات إشعاعات قوية تصدر عن نجوم مجهولة. توقفت الفرق المكلفة برصد النجوم فجأة، وعقدت أكبر المراكز البحثية والمعنية بعلوم الفضاء اجتماعاتها، وكان عليهم الوصول إلى حل نهائي وتفسير منطقي. لم يجد العلماء وقتها تفسيراً لتلك الظواهر سوى أنها رسائل تبثها كائنات غير معلومة أو أجسام مجهولة، لكن فريقاً من العلماء لم يقتنع بتلك التفسيرات وراجعوا عمليات الرصد والتقييم، إلى أن اتفقوا على وجود نجوم في فضاء الكون تبث هذه الإشعاعات. 3 عقود مرت من الدراسة والبحث والمتابعة، وأخيراً توصلوا إلى أن تلك النجوم في حجمها تفوق الشمس أضعافا، وقد تكونت من خلال تحطم النجوم. وظهر تقرير يؤكد أن تلك النجوم بلغت مداها، وأن حجم مكعب سكر منها يصل وزنه إلى 100 مليون طن، ما يعني أن المكعب الواحد يعادل في الوزن جبلا. كثف الفريق العلمي المكلف بعملية الرصد والتقييم والمتابعة جهوده في المراقبة، واكتشفوا أن نجما كبيرا في الفضاء يقوم بعملية دوران حول نفسه، ولقد تسببت حركته في مجال قوي حوله يؤدي إلى حدوث أصوات. فجأة سمع العلماء عبر الأجهزة أصوات طرق متواصل في الفضاء تشبه نفس الصوت الناتج عن المطارق الكبيرة الحجم، وأسموا كل نجم منها بالنجم الطارق، في الوقت الذي لم يكن لديهم أي علم بالتوصيف المذكور في القرآن الكريم للنجم الطارق.